11 الإخباري من تلفزيون الجزائر. أهلا بكم. سنة مضت وسنة جديدة تأتي، نأملها سنة تغيير نحو الأفضل بعد حول من الأحداث الوطنية التي أفرزت تحولات عميقة في المشهد السياسي في الجزائر. سنة توجت بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وحدت مطالب الجزائريين في مظاهرات سلمية حضارية عززت اللحمة بين الشعب وجيشه، لنستهل 2020 برهانات كبيرة لبناء جزائر جديدة. قراءة في المشهد مع سمية علوي. شوف، راني إن شاء الله في الأشهر الأولى نتاع 2020 راح تكون عندكم لا بانك دي ستارت اب لا ميكرو انتربريز، دونك سي فوت بارتنير كي فو سويفرا كي فو انكوراجرا كي فو. إننا اليوم أمام أولى تحديات البدء في التغيير والمرور إلى جمهورية جديدة بدأت بالفعل معالمها ترتسم وتتجسد أكثر في المقبل من الأيام، بمعية كفاءات مقتدرة ومثقلة بالخبرة الكافية لتطبيق تعهدات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ومباشرة الحلول الاقتصادية والاجتماعية، بما يجعل الفرد الجزائري يستشعر الرفاهية في بلاده خلال هذا العام الجديد. ظن بلي الجزائر الآن راهي في يد آمنة، وإن شاء الله الشعب ما يشوف هذه السنة ما تكون إلا سنة الاستقرار وسنة التفاهم وسنة التشاور، أننا نبنوا هذا الوطن اليد في اليد وجميع الشعب يعني كخاوة. السنة الجديدة هذه إن شاء الله نتمنوا به يكون الخير لهذه البلاد ويكون الاستقرار والأمن وطمأنينة في هذا العام الجديد. إن شاء الله هي سنة 2020 تدخلنا بالصحة والستر والبركة، ونتمنى الخير لهذا البلاد، وحنا نعرفوا بلي هذا البلاد فيها رجال، وهذا الرجال يعني راهم صاهرين على هذا البلاد، تكون ان شاء الله الخير لهذا البلاد. يعني نتمنى الخير لرئيس الجمهوريه الجديد اللي هم باش ينجم يكمل المسيره نتاعه، وحنا يعني ككل يعني كنتمنى وكاع ابناء الجزائر الصالحين والمواطنين باش نتعاونوا باش نبنوا بلادنا. بنو لنا كما كانوا والدينا بكري في الثوره بنوها، اليوم حنا فاني نتمنوا باش حنا نقولوا نعاودوا نديروا الاستمراريه هذه نتاع يعني نتاع الوالدين نتاع الكبار باش البلاد تكون مستقره ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله الخير للبلاد، ونتمنى ان شاء الله هذا الرئيس ربي يوفقه على الاقل يساعد العباد وعلى الاقل يساعدنا ان شاء الله، ونتمنى النمو والازدهار للجزائر ان شاء الله بربي. نحن في الواقع امام مواطن وفاعل رئيس به تكسب المؤسسات شرعيتها، ومن أجله تتضافر الجهود لتجاوز رهانات لا تبدو سهلة التحقيق، خاصة في ظل إقليم ملتهب على كل الجبهات يوجب علينا الصلابة في المواقف ويلزمنا الالتفاف حول من عاهدوا فوفوا ومن التزموا بالمهام الدستورية في حماية أمن البلاد واستقرارها بإرادة لا تلين وعقيدة غير قابلة للتغيير. لقد انقضى عام أخضع الجزائريين لتجارب لم تزدهم إلا قوة في مواجهة كل المراحل مهما كانت حساسة، وسيكون العام الجديد للتطبيق الميداني للالتزامات 54 مع من اختاره الجزائريون راعيا للبلاد وأناط به تنظيم شؤونهم. بملعب 5 جويلية تم منذ قليل شحن 100 طن من المواد الغذائية ومساعدات إنسانية مواجهة للشعب الليبي تحت إشراف الهلال الأحمر الجزائري، وسيتم إرسال المساعدات عبر مطار بوفريك إلى مدينة جانيت، حيث سيتم التنسيق لإدخالها إلى الأراضي الليبية. كما ستتبع هذه العملية عملية تضامنية أخرى في الأيام المقبلة. هذه ماهيش المرة الأولى، وإنما هذا استجابة لوضع مستعجل جدا وخطير جدا، لابد الجزائر تمد يدها يعني لهؤلاء. والهلال الأحمر الجزائري بحكم أنه الذراع الإنساني للسلطات العمومية فيقوم بدوره على أحسن وجه، ونحن مستعدون في مبادرات أخرى أيضا نعطيه لكم المعلومات في وقتها، وإن شاء الله تكونوا حاضرين بقوة مع إخواننا متاع وزملائنا متاع الهلال الأحمر الليبي.
في القطاع الفلاحي وقصد إنهاء معاناة الفلاحين بولاية الأغواط من مشكلة الكهرباء الفلاحية، مشروع لربط المحيطات الفلاحية بالكهرباء لرفع الغبن عن الفلاحين وزيادة الانتاج. يقول محمد شوقي بنيف: مثل هذه المعاناة لفلاحي منطقة قصر الحيران بولاية الأغواط ستنتهي قريبا مع إيصال الكهرباء الفلاحية لهم، فهذه المنطقة تعد من بين أهم المناطق الفلاحية لتنوع محاصيلها وأيضا لتربية المواشي التي تمتاز بها. احنا عندنا مشكلة هنا تاع الكهرباء، راه درنا 14 و15 سنة وحنا نجرو، رانا بالمازوت واحلين بالمبياس، ما كانش تاع الموتورات والله ما يسعى كاع هنا. التريسيتي رانا نقابلوا فيها، وبالك ان شاء الله راه شويرها هاي جات ان شاء الله وربي سهلها علينا وتجينا نريحوا. بالك الحوايج اللي نخدموا بها راه فيها الموتورات وحوايج كما نقولوا بالمازوت، وتمشي بالمازوت ونفدنوا ما فيها لا رش لا والو، والحمد لله لك يا ربي اللي جات الكهرباء. استفادت هذه المنطقة من 35 كيلومتر من الكهرباء الفلاحية التي استفاد منها حوالي 100 فلاح. هذه المشاريع الحيوية التي استفادت منها الولاية والمسجلة ضمن مختلف البرامج التنموية للجماعات المحلية والموزعة في 22 بلدية من ولاية الأغواط، والهدف منها فك العزلة عن الفلاحين ورفع الغبن عنهم. تم إنجاز ما يفوق 360 كيلومتر التي وضعت حيز الخدمة، في حين تم تسجيل خلال سنة 2019 برنامج 267 كيلومتر كهرباء فلاحية موزعة عبر 22 بلدية. ليأمل فلاحو ولاية الأغواط بمزيد من الدعم لتحقيق قفزة في المجال الفلاحي، وكذا رفع التجميد عن بعض المشاريع التي سترفع الغبن عنهم وتحد من معاناتهم اليومية. في موضوع آخر، ما يزال إرهاب الطرقات يحصد مزيدا من الضحايا، حيث تسبب حادث مرور خطير وقع ليلة أمس بالقرب من المحطة البرية للخروبة بالعاصمة إثر اصطدام سيارتين سياحيتين، تسبب في هلاك 3 أشخاص بعين المكان وإصابة آخر بجروح بليغة، نقل على إثرها إلى المستشفى. ويبقى الحذر والالتزام بقانون المرور سيد الموقف. دوليا، وفي ليبيا لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم في قصف جوي استهدف بلدة الصواني جنوب العاصمة طرابلس. هذا وتشهد الضاحية الجنوبية للعاصمة الليبية معارك ضارية بين قوات حكومة الوفاق الوطني وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر التي تسعى للسيطرة على العاصمة منذ مطلع شهر أفريل الماضي. في سوريا قتل 9 مدنيين بينهم 5 أطفال وأصيب 15 آخرين في قصف صاروخي طال أمس مدرسة ببلدة السرمين جنوبي إقليم إدلب شمال غربي البلاد. هذا وتشهد المنطقة نزوحا غير مسبوق للمدنيين، حيث قالت الأمم المتحدة أن نحو 284 ألف شخص فروا من القصف الذي يتعرض له الإقليم رغم اتفاق الهدنة المبرم بين المسلحين والحكومة منذ أوت الماضي. في الرياضة، وتسوية لرزنامة الجولة السادسة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، يواجه اليوم اتحاد الجزائر نادي بارادو بملعب عمر حمادي ببولوغين. كرويا دائما، واستكمالا لمباريات الدور السادس عشر لكأس الجزائر، تواجه اليوم جمعية تشلف اتحاد بومدفع، أما شباب المشرية فيواجه اتحاد بلعباس، فيما يلتقي اتحاد عنبة شباب قرية موسى، فيما تواجه مولودية وهران نادي أمل أغرس. ختام هذا الموعد الإخباري من ولاية غردايا وتحديدا واحة بني يزغن، أين يفتح نادي شباب الفروسية أبوابه لكل هواة هذه الرياضة في مبادرة تعتبر الأولى من نوعها بالمنطقة لممارسة الفروسية وسط واحة النخيل. تقول شهرزاد يونس: الخيول عنوان الأنفة والعزة والشموخ، وإرث متوارث أبا عن جد لدى سكان الجنوب، إرث أبت عائلة بليدي إلا أن تحافظ عليه من خلال تأسيسها لأول ناد للفروسية بواحة بني يزغن.
فكرة جات بالدراري تاعنا دابور اللي طلعوا كيف طلعوا كيف تعلموا كيف ما عندناش دي هنايا دي كونديسيون تاع سوا تيران سوا لابرونتيساج ما عندناش لي مويان هنايا بعثنا راح الفرونجان للتيار لا جيموتري تيار الوغ داري فورماسيون تما ومن بعد جاب لا فورماسيون والحمد لله حضرنا لا سيسيون الاولى فاتت سي بون واليوم ان شاء الله رانا مع لا دوزيام لو ديبارت على لا دوزيام سيسيون. النادي يفتح أبوابه لجميع هواة هذه الرياضة لتلقون أبجديات ترويض الحصان. حصان تاعي شمشولي وعلمني بابا وأمي كيفاش نطلع في الحصان وكيفاش نهبط وكيفاش ندير أوكال وكيفاش نمشي كيفاش نمشط وكيفاش كيفاش نحيلوا الجام ونحتلوا الطعام. تعلمت كنت قاع ما نعرفش كنت نمشي بر وتعلمت نتسابق وندير قاع الحوايج. هاي يلا ركوب الخيل يكسب الأطفال قوة بدنية وعقلية ويجعله يتسم بالصبر والمثابرة والثقة بالنفس. نحن يتع الأولاد هذو ما يكونش غير رياضه، رياضه وتربيه واخلاق. بالنسبه ايوارا كنمشي خصها سجا كانش راهي لان هادف واللي تعيدي دايا مني تجي ساعه ما تعمر الوقت سو خلاص. امام حالات تاع 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 دراري عندهم توحد، عندهم توحد، كي جاو هنا قدروا ساعدتهم هذه القضيه هذه في الخروج من الازمه تاعهم. نادي شباب الفروسيه متنفس لشباب المنطقه يامل في استقطاب الاطفال الاقل سنا ابتداء من عمر الثالثه بعد اقتناء احصنه صغيره في المستقبل القريب. ختام هذا الموعد الإخباري للتواصل معنا عناويننا الإلكترونية تبقى دائما في خدمتكم. السلام عليكم.